تتواصل عادات وتقاليد الأسر الجزائرية في الاحتفال بشهر رمضان إلى آخر أيامه، حيث يبصم أرباب البيوت صبيحة أول أيام العيد على آخر هذه العادات بحق الملح. تابع معنا القصة. حق الملح أو حق العشرة عادة أندلسية توارثها الجزائريون منذ قرون على غرار مختلف دول شمال أفريقيا، تعد من بين الحقوق التي يستحب أداؤها نحو النساء، حيث يقبل رب البيت صبيحة عيد الفطر مباشرة عقب ارتشاف قهوته الصباحية على وضع خاتم أو مبلغ من المال في فنجانه هدية لزوجته على خدماتها ورحابة صدرها خلال رمضان. ولا تقتصر هذه العادة على الزوج نحو زوجته فحسب، بل حتى مع بناته، وتكون أيضا بين الولد وأمه أو أخته في محاولة منهم لتعظيم شأن النساء في شهر رمضان والاعتراف بمجهودتهن وتعبهن طيلة الشهر الفضيل. يطلق عليها سكان العاصمة بحق الطعام، في حين تعرف في الغرب الجزائري بحق الملح. يسميها سكان الشرق الجزائري بحق التكبيرة أو حق العشرة. تختلف تسمية هذه العادة في الجزائر من منطقة إلى أخرى، لكن قيمتها ومعناها يبقى واحداً، وهو الاعتراف بفضل النساء وصبرهن خلال أيام شهر الصيام وتحملهن لمشقة الصوم وطيب عشرتهن بأعداد صنوف المأكولات خلال الشهر الفضيل ومحاولتهن إرضاء أذواق كل فرد من أفراد العائلة. ولأهمية هذه العادة في الترابط والتلاحم الأسري، فرضتها الأنثروبولوجيا الجزائرية حقا من بين الحقوق التي يستوجب أداؤها نحو النساء فور انقضاء الشهر المبارك لتعظيم شأنهن وإدخال الفرحة في قلوبهن. وأنت، ما هي عاداتكم في مكافأة ربات البيوت؟